في نفس الوقت خدعة تانية، مكيدة تانية مرتبطة بدي، اني يخليني اشك في حقيقة صلاح الله. لما اشك في حقيقة صلاحه انه كأنه حرمان، هو بيحرم، لا، كل الكتاب بيعلن الله صالح، الرب صالح للكل. فبقول لكل مشاهد، اوعى يشككك في حقيقة صلاح الله، اوعى يفتح عينيك على احتياجك وتفضل في رثاء الذات وقاعد صعبان عليك نفسك. عارف التعبير المصري، صعبان علي نفسي، عامل جنازة لنفسي، مكيدة عايش فيها. تفتكر اللي صعبان عليه نفسه ده يقدر يوم يكرز، يدخل البيوت، يفرح البيوت؟ ما هي الفكرة انه بحول نظرك عن يعني عن الحق للحقيقي، بخليك منشغل في نفسك وترثي لحالك ووضعك.